طيب هرجع لضيفتنا العبقرية أيضا دكتور ياسمين أبو زيد وأبحاث النانو تكنولوجي. كنت بتكلم على مسألة أنه التقنيات دي احنا بنطورها في مصر، وده معناه أنه ملكياتها الفكرية بتاعتنا في مصر، صح كده؟ يا ابني هيموتونا، لحقت أسأل السؤال، فهيموتوني والله عمر هيجيب لي غلطة بجد مش هزار، صبرك يا عمر. فيجي السؤال، هل احنا نقدر ندخل في المرحلة القادمة في ان احنا نعمل التجارب بتاعتنا هنا بتجاربنا السريرية وما الى ذلك، بحيث ان انا اقدر انتج هذه التقنيات واطرحها امام العالم؟ طيب عشان اعرف اجاوب على السؤال ده هدي بس هنت كده بسيط عن الادوية الطبيعية. أوكي. الادوية العادية هي مش بتقنية النانو. اي دواء عشان يعني نبتدي ان احنا يعني من الماده الفعاله نحوله للشكل الصيدلي اللي بيتاخد للمريض، على الاقل انا محتاج 20 سنه عشان ده يطلع. اوكي، ال 20 سنه ده برودكشن للدواء، انا انتج الدواء وبعد كده اعمل عليه اللي هي التجارب السريريه اللي بتبقى عباره عن ثلاث مراحل. دي ال 1 بليون دولار اندستري. تمام، عشان يوصل للمرحله دي محتاج الاول بتبقى في حاجه اسمها خاصه بالجوده، معايير الجوده للدواء. اوكي، يعني اشوف ان الدواء لما باجي بصنعه على اللارج سكيل مانيفاكتشر في المصانع والكلام ده، ان كل حبايه قرص بطلعها تبقى بالظبط فيها نفس الماده الفعاله زي ايه القرص اللي جنبه. النانو مشكله فيها هي اساسا اللارج سكيل مانيفاكتشر، في التصنيع للمصنع الكبير دي مشكله كبيره جدا، لان النانو هي 3 دايمنشن، فلازم في كل مره اطرحها بال 3 دايمنشن ستراكشر بتاعها بالشكل الثلاثي الابعاد بتاعها لازم يكون ده زي ده. اوكي، دي اول مشكله. تاني مشكله، لو هحط عليها بالشكل الثلاثي الابعاد جزيئات من بره، اوكي، ليها دانستي معينه، فتخيل كده انها كوره وعليها سبايكس، عليها سبايكس زي رام كده او حاجات سبايك، حاجه اقرب الى شكل اوتاد او شوك. شوك شوك, شوك موجوده كده على السطح بتاعها. اوكي، المفروض يبقى توزيعها في كل كوره بطرحها تبقى بالظبط زي الثانيه، ويبقى الدواء متحمل جواه. اوكي اوكي، طيب احنا لما بنيجي نصنع مجال النانو تكنولوجي ده بقاله مئات السنين. اوكي، واقعيا اللي موجود في الماركت وابروفد هم 51 دواء بالنانو تكنولوجي في العالم، بتقنيه في العالم كله 51 دواء. اوكي، موجودين ابروفد، وطبعا معظمهم اللي صنعهم يا اما دول اوروبيه يا اما امريكا. اوكي، احنا عندنا هنا عشان ننتج دواء فعليا بالنانو محتاجين الهيئه اللي بتبتدي تعمل معايير الجوده او تقيم المنتج على السمول سكيل الاول جوه المعمل، وبعد كده لما يجي يتنقل على مرحله التصنيع في الدواء. فهمت. وانا برضو عايز اقول لحضرتك ان اوريدي في هيئه مخصصه على مستوى العالم كله تبع الاف دي اي، اوكي، اللي هي الفود اند دراج ادمنستريشن، دي الهيئه المخصصه بانها تدي تصاريح للادويه. دي مسؤول فيه، عندها يونت كده بتعمل بتقيم كل المواد المنتجه بالنانو على مستوى العالم كله. عظيم. فمعنى كده ان حتى اوروبا او امريكا او اي دوله في العالم لازم لما يطلع منتج برايمري قبل ما ينزل الماركت، قبل ما ينزل السوق، لازم يرجع للهيئه دي بتعمل عليه معايير جوده معينه، اختبارات معايير جوده معينه عشان تصرح باستخدامه وتنزله السوق. وتلك هي المشكله والعقده الكبرى.